اهلا من جديد بكل مشاهدينا في كل مكان، واستمر معكم مساء جديد لهذه الامسيه الثلاثاء. ضيفتنا في الفقره الثانيه هي خريجه رياضه التعليم البريطانيه، تبلغ من العمر 5 سنوات، سريعه الحفظ للغناء والاناشيد وحضره البديهه، وبتغني كمان باللغه الانجليزيه. احنا سعيدين كثير ان تكون هذه الفقره مع اسراء هشام ابو شوق. برحب بك كثير، وبرحب كمان اكثر بوالد الاستاذ المحامي هشام ابو شوق. مساء الخير عليكم. مساء الخير، مرحبا حبابك، منورينا كثير في مساء جديد. احنا لنا الشرف في النيل الازرق. الله يديك العافيه. سعيدين اكيد بوجودكم معنا، سعيدين لله بوجودك معنا يا سرايا، واكيد بنبدا الترحاب ايضا بالاستاذ بهاء الدين عبد الرحمن، استاذ موسيقى بمعاهد التعليم البريطانيه. سعيدين بوجودك معنا. اكيد سرايا، ازيك؟ كويسه؟ الحمد لله. استاذ هشام، بداية يعني في كثير من الأطفال بيكون عندهم كثير من المواهب بتظهر في سن صغير، في أسر بتقوم بتحاول إنها تنمي معاهم هذه المواهب. سرايا يعني محظوظة بأنها هي لقت أبوين يقفوا جنبها، لكن بداية كده خلينا نشوف متين أنتوا حسيتوا بموهبة إسراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إسراء تم اكتشافها في الروضة طبعا، لكن طبعا بملاحظة مننا لقينا إنها يعني لازم نقيف معاها، فأستاذاتها طوال مباشرة لقوا إنها سريعة الحفظ ما شاء الله، بتحفظ حقها وحق غيرها. فمن الحتة دي طوال تم الاهتمام بها لبرنامج مشروع التخريج، وبدت الانطلاقه عن طريق استاذ الموسيقى استاذ بهاء الدين، طبعا هو المشرف الموسيقي في معاهد التعليم البريطانيه، واحنا كان من واجبنا اننا نقيف ونرعى هذه الموهبه. الموهبه من ناحيه الغناء ومن ناحيه الدينيه. يعني الحمد لله حفظ قران واداء صوتي فنان. جميل. طيب احنا عاوزين نسمع اول حاجه الاداء ده يا اسراء. انت انا عرفت انه بحب يقول لك تتو، يا تتو كده امسك المايك. يلا. واحنا قبل ما نسمع، انت خليك عارفه صاحباتك كتار، ناس المدرسه، ناس البيت، ما هو معك بره صح؟ الناس كلها عاوزه تشوفك، عاوزه تسمعك. يلا غني لنا كده اول اغنيه كده عشان احنا بعدك نعرف نتكلم معك. يلا قومي عشان الموسيقى. We'll be right back.
سلام يا تتو، والله انت ذاتك اغلى الحبايب. تمام، الغنية غنيتها رهيبة شديد. انا متأكد اي زول تابعنا هسي الليلة من صحباتك وناس المدرسة هيقول لك يا اسراء كنت خطيرة في التلفزيون. انت ما تمسك المايك ده عشان تردي علينا؟ تفضل. ويا ريت الباشمهندس يكون المايك مفتوح يا بركة. اسراء، رأيك شنو الغنية طلعت رهيبة؟ أيوة. صح؟ انت مبسوطة انك انت معانا هنا الليلة؟ اي. وبنلعب عليك التسريحة الحلوة دي. بنلعب عليك التسريحة الحلوة دي. بتخافي هديل؟ يا سلام، احنا بنوجه هديل. والله دي علامة تجارية هديل. بنوجه يعني تحية كبيرة لهديل، قولي لها شهد قالت الحلقة الجاية قالت تيجي تعملي لها شعرها. متفقين؟ واللبسة اللي اختارتها لك ماما؟ ماما بتمشي معاكي المدرسة لما يكون عندكم احتفالات؟ اي. ماما وبابا؟ اي. وقاعدة تكوني مبسوطة؟ طيب بتقدمي أناشيد في المدرسة؟ اي. وأستاذ بهاء بيكون طوالي معاكي في الأورجان؟ بيعزف ليكي؟ بتكوني مبسوطة مع أستاذ بهاء؟ طيب احنا نمشي لأستاذ بهاء نسأله حاجة عنك، رأيك شنو؟ طيب يا أستاذ بهاء، يعني يمكن زي ما احنا شايفين هي غنت الأغنية، والحاجة الملاحظة والحاجة الغريبة إنه هي إيقاعها أو زمنها مع الأورجان مظبوط. أول حاجة تكلم لنا عن الموهبة دي وشنو شداك إنك أنت ذاتك تكون دايما متابع لها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا من أول يوم اشتغلت مع إسراء لاحظت تمييزها يعني عن بقية زملائنا يعني. فإسراء لقيت يعني حسها الفني عالي وعندها زمن الداخلي يعني ما شاء الله، في حاجات كده اكتسبتها بالخبرة طبعا بالفطرة، ما هو بالخبرة طبعا، محتاجها بعض الفنانين نكتسبوها مع الممارسة. فتجد في إسراء بالفطرة إن شاء الله الحمد لله. كلام جميل، اي لانه فعلا شايفين زمانها مضبوط تماما يعني اكيد. اي في حته كده هي حتلاقي اصلا الاغنيه في جزئيه من البيت، لكن لما رجعت وصلحت نزلت في حتتها. ده زمن الدخل البوكس ولا كان طبعا. أيوة. فهي اكتسبت طبعا، اضافه الى ذلك انه مثلا بتحافظ على سلمها من دون ما تطلع برا السلم او تفرق زمانها، وده تميزها في حاجات كثيره ما في الغنى بس. طبعا زي ما قال ابوها طبعا ما شاء الله حفيظه وعندها سرعه بديهه، وانا بجد يعني اتشتني من اول مره طبعا اشتغلت معاها. وانا اعتقد انه كده المسؤوليه حتكبر عليك، يعني انت لازم ترعى موهبه زي دي رعايه كبيره جدا، والمسؤوليه بتاكيد مقسومه ما بينكم وما بين البيت. وخليني ارجع لك ثاني استاذ هشام عن اهتمام البيت باسراء، ما ابوها وامها بس بل حتى اخوانها في البيت، انا عرفت انه كمان كل واحد عنده موهبته واللي بيحب الرسم واللي بيحب الايه. صحيح. كلكم جوكم كده في البيت، كيف الاهتمام كده مع إسراء تحديدا كمثال؟ إسراء طبعا هي موهوبة بالحفظ. احنا عندنا نشاط بتاع رسم، لانه عندنا ثقافة جاية من الكاريكاتير، عم انا عباس ابو شوك كان كاريكاتيرست في الصحافة والايام، فالجينات دي تورثت وجات عندنا. فاخواتها انت موهوبات بالرسم، انت محامي والحفظ عندك برضه كثير، هتكون اخذت منك كمان. ايوه موهوبه بالرسم بالفن، واخواتها بالرسم. فحتى من الجانب بتاع الحفظ القراني عندنا شيخ بيجي في البيت كالعاده، يعني احنا بنقسم الاجازات، فالشيخ بيجي في البيت يدرس اخواته ويدرسها معاها، هي خاشه سنه اولى طبعا سنه دي، فبيدرس اخواتها واخوتها في رابعه واخوتها في سابعه. فلما يطلع الشيخ فانا بتجي تسمع لي صوره البروج وصوره فصلت وصوره غاف وصوره اقول والله قررات باقي الشباب. مقررات الباقي. قررات الباقي. يا سلام. جميل. طيب واحده من الحاجات برضو الحلوه في اسراء انها هي بتجيد انها تغني برضو باللغه الانجليزيه. وصعب انه في العمر ده يقدروا يحفظوا حتى من لغات ثانيه، عشان كده هسي يا سرايا نشيل المايك نجيب الوقفه بتاعت جبال. الوقفه يلا راح هنغني النشيد بتاع الانجليش بتاع الانجليزي، مش متذكراه غنيتيه ولا اسمه شنو؟ طيب يلا نسمع. Boy and girl, the sky is blue.
language of the world. Zenawi and all I see, whose words will up people in me. Tell me why this have to be like this. Tell me why I don't understand. With somebody needs somebody, we don't give a helping hand. Tell me why. Every day I ask myself, what will I have to do to be myself? Do I have to stand the fire to prove to everybody who I have, that it was my love response to waste a while full of fun? Tell me why does it have to be like this? Tell me why I don't understand. With somebody needs somebody, we don't give a helping hand. Tell me why. Yes, tell me why. Tell me why. Yes, tell me why. Tell me why. Does it have to be like this? Tell me why I don't understand. With somebody needs somebody, we don't give a helping hand. Tell me why. Yes, tell me why. Tell me why. Yes, tell me why. Tell me why. Why, yes, tell me why. Is there somebody? Tell me why. Why, yes, tell me why, yes, tell me why, yes, tell me why. Is there somebody? Tell me why. Why, yes, tell me why, yes, tell me why, yes. Is there somebody? Tell me why. Why. سلام. يا سلام يا سلام يا تاتو. ما قال لك واي يا تاتو؟ واي يور سو سويت يا تاتو. شكرا لك كثير اسراء. هشام ابو شوق. وكمان انا اشكرك كثير استاذ هشام على وجودكم معنا داخل الاستوديو. كمان تحيه لك بهاء الدين. وحقيقه احنا استمتعنا معك كثير شديد تاتو. احنا حنختم الفقره دي خلاص، حنقول لك مع السلامه، لكن انا قبل سمحت منك دعاء حلو شديد انت قلتيه لي، رايك شنو احنا نختم بالدعاء ده ونطلع على الفاصل؟ يا سلام. يلا امسك المايك قول لنا الدعاء. يلا. اللهم ارحمنا اذا اتانا اليقين، وارقمنا الجبين، وكسر الانين والحنين. اللهم ارحمنا اذا اشتدت السكرات، وتوالت الحسرات، وأدبغت الروعات، وفاضت الأبراج، وتكشفت القوة والقدرات. اللهم ارحمنا إذا هم منا فلم يزرنا زائر، ولم يذكرنا ذاكر، وما لنا من قوة ولا ناصر، فلا أمل إلا في قافل الساتر. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد عفى، أرحم من هفى وجفى وغفى، وشفح فينا الحبيب المصطفى. يا أرحم الراحمين، يا غيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. اللهم آمين. يلا يا تتو خلاص آخر حاجة حطلب منك، شيل المايك يلا، وعيني هنا في الكاميرا مع سيد، عيني هنا في الكاميرا دي، ويلا قولي حنتواصل معاكم بعد الفاصل. يلا. هناك عيني في الكاميرا، هناك عيني في الكاميرا المولع احمد. يلا حنتواصل معاكم بعد الفاصل. قولي حنتواصل معاكم بعد الفاصل. حنتواصل معاكم بعد الفاصل.